مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. كارثة بيئية في قلب طبط في المعازيز. معزيز كارثة بيئية في واد، سميت هذا الواد راه هو واد شنو؟ تانوبرت. وادي تانوبرت، قنطرة وادي تانوبرت. مخلفات الدجاج تتلاه هنايا، الرائحة كريهة، ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرات كبيرة في البلاد، ثقافية رياضية. وشوفوا الكارثة كيف دايرة، شوفوا الكارثة كيف عاملة خوتي المغاربة، كارثة بكل المقاييس، كارثة بيئية بكل المقاييس للأسف. كل المقاييس. المغرب احتضن كوب 22، ها انتم الكارثة البيئية. ماذا عساي أن أقول على هذه الكارثة، على هذه الكارثة؟ واش المسؤولين ما تيدوزوش من هنا؟ والسيد العامل المحترم ما كيدوزش من هنا؟ ما كيدوزش من هاد القنطرة؟ واش المنتخبين والبرلمانيين ديال هاد المنطقة ما كيدوزوش من هنا؟ مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. انا حاشاكم حاشاكم الرائحة، لكن قناة الشعب كيخصني نجي هنايا وكيخصني نوقف هاد الوقفة باش نوصل صوت الشعب. خوتي المغاربة ما بقى ما يتخبى، ما آلت إليه الأوضاع. شوفوا بعد الصورة واش مزيانة أو لا لا. ما آلت إليه الأوضاع في منطقة المعازيز الكارثية. الصورة مزيانة. أنا كنت واجد تحت من قنطرات سي وادي تانوبرت، مخلفات الدجاج. انا سيسحبني الثلج في الصيف، سعوجت انه مخلفات الدجاج، ري الدجاج داك الشيء الزبل حاجهكم ديال الدجاج كيلوحوه هنايا كيحرقوه ويعاوتاني يجيو يلوحوه حاجهكم. الرائحه كريهه. واش ما كيدوزوش مسؤولين من هاد القنطره؟ اين هو رئيس جماعه المعازيز؟ واش هو بدوري ما تهدوش؟ واش ما كاينينش حاويات ديال الازبال؟ انا اتساءل، وحقي انني نتساءل، لانه ما آلت الي الاوضاع كضر في الخاطر. وحنا كمغاربه نرفض مثل هذه ان نجد مناطق في المملكه بحال هكا. للاسف الشديد ما آلت إليه الأوضاع شي ظرف الخاطر. الصوت مزيان ممتاز. شوفوا أخوتي المغاربة على كارثة بيئية، شوفوا أخوتي المغاربة وليدات الشعب فين عايشين. وليدات الشعب شنو تيستنشقوا؟ منطقة المعازيز كي دايرة؟ جينا وهبطنا باللايف، راه ماشي فيديو ولا المونتاج ولا المونتاج ولا شي حاجة، بتقنية المباشر. شوفوا الكارثة البيئية، شوفوا اخوتي المغاربة. انا نحاول ندوز من هنا، والله العظيم واخا الريحة كاينة لكنني سأحاول على انني ندوز نوريكم الحقيقة. اخوتي المغاربة الريحة ندي معايا الرباط، هاد الريحة غادي نديها معايا الرباط. للأسف للأسف ما آلت إليه الأوضاع. شوفوا 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 قنطرة حالة حالة، هذا شوفوا الحالة، شوفوا على حالة ما آلت إليه الأوضاع. شوفوا الحالة خوتي، شوف الكلب، الكلب غادي تيجري. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله.
خويا دخل دخل اخويا رانا ما قديتش اخويا، لا حول ولا قوة الا بالله. ويا ما نجيك من الاخر وساتحدث بلسان السكينة. عندك هذا عندك الرائحة باز. ساتحدث يا اخي بلسان السكينة، لان ما آلت اليه الاوضاع اضحى يدفعنا الى طرح عدة علامات الاستفهام. والشما انت نائب الرئيس يعني. نائب الرئيس اش هاد الكارثه؟ وانا بدوري هكا خويا هضر مع خوتك المغاربه، لان انت نائب الرئيس وتشوف هاد الكارثه وما تهضروش، اللهم هذا منكر. وبطبيعه الحال احنا علاش جينا نتكلموا؟ جينا ننقلوا للمواطن والشعب المغربي، ننقلوا لهم الصوره الحقيقيه ديال المعازيز والكارثه البيئيه ديال المعازيز. فاحنا تحت القنطره ديال واد تانوبرت اللي ما كتبعدش على المركز ديال المعازيز بضعه امتار، راه ما توصلش ل 200 متر، راه ما توصلش 200 متر اللي ما بين اللي كتفصل ما بين القنطره والمركز ديال المعازيز ديال السونتر. فهاد السؤال انا شخصيا طرحناه حنا على الرئيس، واش ما عندناش عمال ديال النظافه؟ واش ما عندناش عمال ديال الانعاش؟ فهذا هو السؤال حنا طرحناه على الرئيس، طرحنا عليه هذا المشكل هذا. فين هما الموظفين ديال النظافه؟ فين هما الاعوال العرضيين ديال الانعاش؟ فين هما؟ شنو الدور ديالهم؟ شنو كيديروا؟ وفين الحاويات اللي ثلاث سنوات هذه ما جبتيهمش؟ ثلاث سنوات والحاويات ما كاينينش في جامعات المعازيز. ثلاث سنوات باش خصنا اعتماد باش الرئيس يشتري حاويات الازبال وما جابهمش. ثلاث سنوات لحد الساعه في هذه اللحظه اللي كنتكلموا فيها، لحد هذه اللحظه ما جابش حاويات الازبال. والكارثه الكبرى والطامه الكبرى بان بلادنا داخله على اورش كبرى منها مثلا كاس العالم. واش هكا غنستقبلوا الضيوف ديالنا؟ واش بهاد المهزله وبهاد بهاد بهاد الشيء بهاد الشيء غنستقبلوا الوافدين والزوار والسواح ديال 2030؟ وحنا بقات لنا بضع سنوات باش ننظموا تظاهره عالميه ومنتجع سياحي ما كيبعدش على ما كيفوتش 12 كيلومتر ديال دايت رومي. واش هاد الزوار هادو ما غايجيوش مثلا يكتشفوا المنطقه؟ راه صعيب وصعيب. حنا هاد السيد هاد الرئيس هذا بانه يدعي النفوذ. الضيوف لن اقول وبكل ماشي غيكتشفوا المنطقه، غيدوا اخبارنا غيضحكوا علينا. صحيح صحيح. انت كنائب رئيس ثلاث سنوات راه كان عليك تضرب الطابله مع احترامي ليك. مرارا وتكرارا ضربنا الطابله وغوتنا ودرنا مراسلات، ولكن هذا السيد هذا يدعي النفوذ. انا نقول لك بصراحه ماشي يدعي النفوذ، تي يدعي النفوذ. انا شوف شوف شوف، حتى واحد ما فوق القانون. حنا في دوله الحق والمؤسسات وحق القانون، حنا دوله مؤسسات. كاين شخص واحد الذي نحترمه ونقدسه الى ابعد مستوى، وصاحب جلال الملك محمد السادس، ولا يرضى في عهده وفي هذا الزمان نسمعوا شو عاد عندي نفوذ. اليوم وليت نشوفوا برلمانيين متابعين، رؤساء جماعات تم توقيفهم، مسؤولين تم توقيفهم، ما كاينش النفوذ. انا غادي نقول لك اخر وحق الرد مكفول للجميع. انا غادي نقول لك واحد القضيه، انا شخصيا رفعت على الرئيس دعوه ديال التزوير ديال المحضر ديال واحد الدوره. كيفاش؟ تزوير ديال المحضر مثلا. انا عندي واحد عده ديال النقاط، مثلا الرئيس كان خرج لبرا وانا اللي تراست اللجنه، انا اللي تراست الجلسه، يعني تراست الجلسه واحد سبعه ديال النقاط. وبالتالي كتشوف لما تتسالي ديك الدوره تنرجعوا للدفتر ديال مثلا ديال ديك الدوره، كنلقاو بان ما تراستش انا الدوره وانا تراست في سبعه ديال النقاط وما درش الاسم ديالي بانني بان النائب ديالي ترأس اللجنة. زيد على ذلك بأن خصنا واحد الاعتمادات مالية للجمعيات ديال الفروسية، خصنا اليوم واحد المبلغ ديال 5000 درهم لثلاثة الجمعيات، 5000 درهم 5000 درهم 5000 درهم. وبالتالي في المرة أخرى كنكتشفوا على أنه أعطى لذوك الجمعيات 15000 درهم. زيد على ذلك واحد النقطة أخرى عاوتاني ديال الغازوال، حنا خصنا لي واحد المبلغ ديال 18 مليون، دار واحد التحويل هو عاوتاني زاد واحد 20000 درهم، يعني راه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتخيل معايا بأنه درت به دعوه في شهر جوج فبراير ديال هاد السنه هذه، وما تم استدعاء ديالنا وتصنتوا لنا رجال ديال الدرك حتى لهاد شهر 6. انا نقولها لك بصريح العباره، تيجلس في المقهى مع الاصدقاء ديالو ولا درتي يقول لهم ما عندهم ما يصوروا مني بدوك الشكايات اللي كيديروا. علاش؟ قال لك انا نافذ، عندي علاقات في الرباط بحكم هو موظف في مدينه الرباط، تيقول انا عندي علاقات بحال هكا تيقول بحال ما هكا تيقولها. للاسف اذا ما صح هذا الكلام في الكارثه كبيره. رجعوا لهاد منطقه ثلجيه عندكم، عندكم ثلج
هاك هادو راه مخلفات ديال الدجاج والاحشاء ديال الدجاج هو اللي دار هذه الرائحه الكريهه. اقسم بالله العلي العظيم الا حنا دابا جالسين هنايا وراه الرائحه راه كريهه واحد الرائحه. انا صراحه بكل صراحه انا جاتني التقيه هنا بكثره هذه الرائحه هذه وهذا الوسخ. يعني منظر كما كتشوفوا راه لا اله الا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غادي نقوله. الرئيس ما تيقومش بالدور ديالو حنا اللي علينا تنديروه. انا الدور ديالي انا كما مثلا كنائب ديال الرئيس اقترح كنقترح كنبرمج ولكن شكون اللي كينفذ؟ من ينفذ المشاريع وشكون اللي كيعطي؟ شكون اللي كيسهر تاع الموظفين؟ شكون اللي كيقول مثلا الموظف؟ انا الا تكلمت مع الموظف نقول له مثلا ولا شي واحد من الاعوان العراضي نقول له مثلا اجي نقي تحت القنطره تيقول لي اخويا لا تيقول لي تيقولها لي الرئيس ماشي انت اللي غتقولها لي. رسالة ديالي للمسؤولين يلتفتوا لينا وتكون واحد الالتفاتة ديال بصح ويشوفوا المعازيز وتكون واحد العين ديال العطف. بغينا نناشد احنا بكل صراحة عينا ما نديروا في المراسلات عينا ما نشتكي وعينا ما ندقوا في البيبان. المآل ديالنا الأخير والملجأ الواحد ديالنا هو سيدنا الله ينصره. كنطلبوا من الله ومن سيدنا الله ينصره اللي يديرش التفاتة لهاد القرية ويتدخل فيها لعل وعسى تحل الأمور ديال هاد البلاد هادي. حسيتو بالحكرة؟ بطبيعة الحال باش تحس بالحكرة من التعنت ديال هاد الرئيس والجبروت ديالو. بطبيعة الحال كتحس بالحكرة. شكون اللي جبدنا ولا خلانا نتكلموا معاكم ونخرجوا هنايا فهاد الشمس ونجلسوا فهاد المزبالة هادي وكنشموا هاد الرائحة الكريهة؟ أنا شخصيا دابا راه شداني الدوخة والتقية قسما بالله. واليوم الجمعيه اللي شداني الدوخه والتقيه بكثره هذه الرائحه ديال الناتينه والرائحه ديال الاحشاء ديال الدجاج ومع ارتفاع ديال درجه الحراره في هذه اللحظه هذه.